تحياتي لكم متابعين مكتب المحترف على قناتنا على اليوتيوب. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وبلابتوب جديد وبحلقة جديدة. راح نستعرض لكم اللابتوب الرائع والراقي اللي هو الاسوس روج جي 17. راح تكون هاي مراجعة بسيطة لللابتوب والأداء والمواصفات ميزاته وبعض التفاصيل عنه. راح نشرحها ان شاء الله لكم واحدة ورا الاخ ان شاء الله بعد الفاصل. اللابتوب وهذا طبعا موجه اكثر شيء للديزاينريه واهل المونتاج والتصاميم اللي يحتاجون مواصفات عاليه كلش تؤدي الواجب وما يواجهون اي مشاكل بيها، سواء من ناحيه المواصفات او من ناحيه الحراره او من ناحيه الحجم. عندكم اللابتوب هي مثل ما قلنا الاسوس روج جي 17، طبعا موديلها الحين ذكرناه اسفل الفيديو. اللابتوب تجي بمواصفات عاليه اللي هي معالج من الجيل العاشر كور اي 7 10750 اتش، كما تيجي ايضا برام مساحه 32 جيجا بايت بتردد 3200 ميجا هرتز، يعني مساحه عندك كلش عاليه وتتحمل فوقها لحد 64 جيجا بايت ما عندك اي مشكله، يعني ممكن قابليه تطوير بعد بالمستقبل، بس هي حاليا مثل ما هي تجي برام 32 جيجا وكلش ممتاز للمونتاج والتصاميم وحتى للالعاب. ايضا تجي بهارد مساحه 1 تيرا نوع اس اس دي ان بي ام اي عالي السرعه، وهذا الشيء مفيد للاستخدام من ناحيه نقل الملفات او المعالجه. وتقدر ايضا عندك امكانيه اضافه هارد ثاني وتطوير المساحه وزيادتها. ايضا تجي لابتوب بكارت شاشه انفيديا ار تي اكس 2070 نسخه السوبر، طبعا هاي مو نسخه ماكس كيو، ذاكره 8 جيجا بايت وبنظام تبريد احترافي من شركه اسوس بمروحتين عاليات السرعه. طبعا معروفه هي فئه الروك هي اعلى فئه موجوده عند اسوس وارقى فئه، ومثل ما نقول هي واجهه الشركه، فدائما تحط اعلى تكنولوجيا واعلى ميزات دائما بيها. طبعا اللابتوب تجي بمساحه 17.3 انش، وهذا شيء مفيد من ناحيه الشاشه واستخدامها، وايضا من ناحيه الكيبورد يعطيك مساحه عاليه بالكتابه ومريحه ايضا بالاستخدام. الكيبورد تجي طبعا فول ار جي بي، كل الدقم ار جي بي تقدر تتحكم بها من خلال السوفت وير مال اسوس، وايضا تجي من الاسفل بشريط ار جي بي كلش مميز وحلو طبعا بالظلمه يبين اللابتوب، فالشيء مشرق وفالشيء حلو منظر كلش مرتب. اللابتوب ايضا تجي باخر نسخه من واي فاي 6، يعني تقدر تستخدمها بنقل الملفات عبر الواي فاي بسرعه كلش عاليه، واخر تقنيه من الواي فاي والبلوتوث، البلوتوث 5 ايضا مدمج بيها. اللابتوب ايضا تجي بشاشه 17.3 بتردد 144 هرتز و3 ملي سكند زمن الاستجابه، ونسبه الدقه مال الالوان بها عاليه جدا. كل التفاصيل مالتها راح تلقوها ان شاء الله بالوصف او على موقعنا على الانترنت.
كذلك اللابتوب تيجي طبعا بسعر مقارب او يعادل مواصفاتها وادائها وقيمتها. اللابتوب بالوقت الحاضر او وقت تصوير الفيديو هو سعرها $1800، وانا اشوفه مقارنه بالمواصفات يعني سعر كلش ممتاز، وخاصه النوايا فئه 17 انش طبعا معروفه من ناحيه الحجم مالتها الى السعر، فانا اشوف سعرها كلش ممتاز مقارنه بمواصفاتها، وطبعا القرار راجع لكم. ابقوا ويانا ان شاء الله وتابعوا الفيديو.